السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. رمضان مبارك على الجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة لليوم إن شاء الله سأقدم لكم فيديو طلب مني كثيرا، وهو لتبييض ولتفتيح اليدين، خاصة بعد هذه الفترة تحضيرات قبل رمضان. يعني هناك العديد من الأخوات استعملنا الكثير من المنظفات يعني في البيت، وأحدث نوع من التشققات والإسمرار في اليدين. سأقدم لكم وصفة من أنجح الوصفات. أيضا هذه الوصفة طلبتها مني الأخت منير جلال، يعني شكرا، أتقدم بالتحية الخالصة لها على تفاعلها الدائم في القناة. يعني أقدم لك تحية كبيرة في هذا الفيديو. بالنسبة لوصفة اليوم سنتكلم عن وصفة بسيطة جدا ومفعولها قوي جدا في تبييض وتفتيح وترطيب اليدين. ممكن أيضا هذه الوصفة نستعملها للقدمين. فيها ثلاث خطوات، كل خطوات مهمة جدا، هي بسيطة جدا ومهمة، وإذا استعملنا الخطوات مع بعض واتبعنا الطريقة خطوة بخطوة ستحصلون على نتيجة في أقصر مدة ممكنة. يعني خلال 3 أو 4 أيام ستلاحظون نتيجة رائعة جدا. سنحتاج فيها، قلت، إلى مجموعة من المكونات، وفيها 3 مراحل مهمة، خاصة مرحلة الترطيب الأخيرة، يعني هي مهمة جدا. نبدأ في عمل المراحل الثلاثة. فقط أتمنى من المتابعين أنهم يكتبوا لنا من أي بلد يتابعون فيه حتى نتعرف على الأسرة بأكملها، أسرة القناة. قبل أيضا ما نبدأ في عمل الخطوات، أتمنى دائما منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس. أيضا أتمنى من الزوار الجدد يشتركوا في القناة، وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ في المرحلة الأولى. سنحتاج إلى إناء فيه ماء دافئ قليلا فقط، يعني يكون دافئ قليلا فقط. ونحتاج إلى الخل، خل الطعام العادي، أي نوع من الخل سواء الأحمر أو الأبيض. نضيف كمية من الخل، تقريبا نصف كوب على الماء. بالنسبة لهذه المرحلة نستعملها 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، هي والمرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة، مرحلة الترطيب، فنستعملها يوميا، أو ممكن حتى 2 إلى 3 مرات في اليوم ترطيب، يعني حتى نحصل على نتيجة سريعة. بعد ما وضعنا الخل في الماء، نقوم بوضع اليدين في الإناء لمدة تقريبا 5 أو 10 دقائق بهذا الشكل. نترك اليدين منقوعة في الماء لمدة تقريبا 10 دقائق. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. هذه المرحلة مهمة جدا. ثم نأتي لعمل الماسك. نجفف اليدين جيدا ونعمل الماسك. نحتاج فيه أول شيء إلى بياض البيض، أول مكون. نفصل، معذرة، نفصل بياض البيض عن الصفار بهذا الشكل. ثم نقوم بخلط البياض جيدا. نحاول خلطه حتى نتحصل على رغوة البياض. ثم نضيف المكون الثاني، وهو معجون الأسنان، أي نوع معجون أسنان متوفر في البيت. نضيف مقدار ملعقة من معجون الأسنان. نخلط جيدا حتى يذوب ويندمج المعجون مع البياض.
ثم نضيف المكون الثالث وهو خميرة الحلويات أو بيكربونات الصوديوم، يعني هي اللي متوفر عندكم سواء خميرة الحلويات أو بيكربونات الصوديوم. نضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، نستمر في الخلط حتى نتحصل على خليط رغوي. هذا الشكل وبعدها نضيف المكون الآخر وهو زيت الزيتون. نضيف مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يعني ملعقتين صغيرتين أو ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعض. ممكن أيضا هذه الوصفة نستعملها لأي منطقة فيها اسمرار، يعني عدا الوجه. لاحظوا أن الخليط أصبح رغوي بهذا الشكل. بعد المرحلة الأولى وتجفيف اليدين، نقوم بتوزيع هذا الخليط على اليدين بالكامل بهذا الشكل. نوزع الخليط بالكامل على اليدين بهذه الطريقة ونتركه تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة. نغطيه بغطاء بلاستيكي وبعدها نقوم بغسل اليدين جيدا، ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الترطيب، مهمة جدا. بالنسبة للمرطب نحتاج إلى مكونين فقط، ممكن نستعمل أي نوع مرطب موجود في البيت، ولكن يعني هذا المرطب أنا أستعمله شخصيا، نتائجه سريعة جدا. نحتاج إلى المكون الأول وهو الفازلين، نحتاج مقدار ملعقة من الفازلين بهذا الشكل، نضيف لها مقدار نصف ملعقة من النشا. يعني هذا المرطب أنا استعملته شخصيا والنتيجة تقريبا من اليومين الأولين، نصف ملعقة من النشا ونخلط بالنسبة للمرطب. من الأحسن أننا لا نتعرض لأشعة الشمس عند استعمال هذا المرطب لأنه يحتوي على الفازلين، قلت نستعمل المرطب مباشرة بعد تجفيف اليدين. نقوم بوضع طبقة من هذا المرطب على اليدين بهذا الشكل ونتركها أطول مدة ممكنة. ممكن أن نستعمل هذا المرطب بشكل يومي ومتكرر، يعني مرتين إلى 3 مرات في اليوم، خاصة بعد استعمال مواد التنظيف وغسل الأواني. هذه هي وصفة اليوم، صح فطوركم ورمضان مبارك للجميع. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.